أول سؤال سينما ومسرح، والسؤال هو من هو الفنان الراحل الذي قام بدور بيومي في فيلم المشبوه من إخراج سمير سيف؟ طبعاً الفيلم ده كان بطولة مين؟ مش هقولك. سعيد صالح؟ هو من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح. إجابة صحيحة. سعيد صالح هي الإجابة الصحيحة. الراحل الجميل الله يرحمه. 10 نقط، 40. عاطب بركات القاهرة،